السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد وليد، رجعتكم في فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح أستعرض لكم سيارات سعودية في لعبة جي تي اي سان أندرس. وقبل ما نبدأ شباب، لا تنسوا لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. الله يسعدكم يا رب، ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نبدأ، بسم الله ونتوكل على الله. وطبعا شباب، من يريد تحميل السيارات السعودية يكتب في بحث اليوتيوب مود سيارات سعودية للعبة جي تي اي اس اي للاندرويد. بعدها تطلع لكم فيديوهات كثيرة، اختاروا اي فيديو وحملوا منها مود السيارات السعودية. انا فعلت هكذا طبعا وركبت المود في اللعبة، وراح استعرض لكم السيارات شباب. هل انتم جاهزين؟ هيا انا جاهز ومتحمس صراحة. اوكي، اتمنى انكم ايضا متحمسين. واو، السيارة السعودية الاولى شباب، انظروا. واو، راح اختار لون اخر. اوكي، لانها غير واضحة باللون الاسود. اوكي، هيا لون اخر. هيا، اين الالوان الواضحة؟ اتوقع نعم هذا الاحمر، يلا نختاره. وانظروا الشباب، اوه داخليتها لاحظتم. اوكي جميلة جدا، والله هي انها رهيبة. هيا نرى داخليتها. واو، كانت داخليتها تبدو رائعة من الخارج، لكن من الداخل ليست رائعة كثيرا. المهم لا يهمنا من الداخل، الصراحة من الخارج رهيبة شباب، شكلها رائع. هيا لكي نرى سيارات سعودية أخرى شباب. أوكي هكذا كار سباون، وسنرى سيارات أخرى. أوه، ما هذه السيارة؟ رأيتم كم هي مرتفعة؟ أوه جميلة جدا، ضخمة، لاحظتم شباب؟ أتوقع هذه السيارة تمشي في الصحراء، سيارة رباعية الدفع. واو جميلة جدا شكلها. أوكي هيا أنزل وسنرى سيارات سعودية أخرى. هيا لكي نكمل. أوه هذه السيارة، انظروا شباب، نايس، جميلة جدا والله، سيارات سعودية أسطورية. وأيضا هذه السيارة عجلاتها بيضاء مع الأسف. اوكي هذه السيارة، انظروا شباب، واو رائع. هيا لكي نرى سيارات اخرى ايضا. هذه السيارة ايضا عجلتها بيضاء وفيها مشاكل. المهم نحن نرى فقط السيارات اللي تكون يعني متكاملة هكذا، شكلها رائع. واو جميلة شباب، هذه راح اركب فيها. هيا اوكي، اوه لم يفتح الباب، غريب. المهم لا علينا، انظروا السيارة السعودية شباب. اوكي ماذا مكتوب في الخلف؟ خلينا نرى. اوكي لاحظتهم شباب، اوه رائعة الصراحة. ومن الامام سيراتو، اوه جميلة جدا. هيا لكي ننزل. هيا اوكي، لم يفتح الباب سي جي. اوكي هيا سيارات اخرى، خلينا نشوف. واو ما هذه السيارة شباب، انظروا. واو الصراحة هذه جميلة شباب، جميلة جدا. واو ما فيها اي لون يعني ابيض وهكذا، يعني الاخطاء التي تأتي في السيارات الاخرى التي رأيناها. هذه جميلة، انظروا. وحدثت بعض الجليتشات شباب بسبب السيارة. المهم لا علينا، هيا انزل. اوكي الصراحة شكلها جميل جدا. هيا نرى سيارات اخرى. اوه هذه السيارة مع الاسف فيها مشاكل، فيها اللون الابيض كثيرا. المهم خلينا نشوف ايضا، هذه بيضاء كلها. اوكي اوه والله اسطورية ما شاء الله تبارك الرحمن. هيا هيا اركب يا سي جي، وما عندها داخلية، غريب. المهم نحن تهمنا من الخارج. اوه كم هي ضخمة ما شاء الله تبارك الرحمن، لاحظتم شباب، اسطورية دي السيارة. اوكي جميلة جدا، نايس صراحة، لاحظتم هذه السيارة اسطورية فخمة. المهم هيا نرى سيارات اخرى هكذا. هيا خلينا نشوف هذه السيارة. اوكي وايضا ماذا يوجد؟ اوه انظروا، اوف 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 اوف، اتوقع هذا شاص شباب، اخبروني في التعليقات هل هذا شاص ام لا. اوكي واو جميلة جدا شباب، فيها عجلة من الخلف، عجلة احتياطية، لاحظتم؟ جميلة جدا واسطورية. هيا انزل.
اوكي لكي نرى سيارات اخرى. هيا شباب، اوكي، وو انظروا انظروا هذه السيارة، نايس، جميلة، بيضاء. اوكي، وايضا هذه السيارة ايضا، واو، يلا اركب اركب يا سيجي اركب. لا، لم يفتح الباب مرة اخرى شباب، لاحظتم؟ المهم، هاي السيارة السعودية، واو، هاي روح، نايس، رهيبة جدا. واو، ما هذه السيارة؟ اوكي، هيا سنرى سيارات اخرى ايضا. وات، ما هذا؟ وات، ماذا اتى بهذه الشاحنة الى السيارات السعودية؟ غريب، والله لا ادري شباب. وات، غريب جدا شباب، ما هذه السيارة؟ والله لم أراها نهائيا شباب، وأوعدكم بأني ركبت هذا المود والآن أستكشفه معكم لما أرى هذه السيارة نهائيا. والله لا أدري هل تعتبر سيارة سعودية أم لا، اللي يعرف يخبرني في التعليقات. المهم، هذه السيارة أيضا وفخمة للغاية الصراحة، أتوقع هذه السيارة أفضل سيارة من بينهم شباب، انظروا لأنها الواضح بأنها سريعة للغاية. واو، روح 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 يا سيجي روح. يا الله، كم هي رائعة. هيا هيا لكي نرجع إلى الجروف ستريت، روح يا سيجي بالسيارة الفخمة. واو، هيا هيا تفحيط، هيا روح، نايس. انظروا سيارة سويت من الخلف، لاحظتموها؟ أيضا سعودية. المهم، هيا اوكي سنرى سيارة اخرى. إيه، نسينا شباب، نسينا، لم نرى داخلية هذه السيارة لانها تبدو رهيبة الصراحة من الخارج. هيا لكي نرى داخليتها. اوكي، هكذا، وانظروا داخليتها، رأيتم ما فيها تفاصيل الصراحة. المهم، لا علينا، هيا اوكي، كما قلت لكم تهمنا فقط من الخارج شباب. اوكي، هيا الكار سباون، هكذا، خلينا نشوف ايضا سيارات اخرى. اوكي، يلا، اتوقع انتهوا السيارات ام لا، خلينا نشوف. الشاص شباب، ها هو الشاص، لكن لماذا الاجواء هي ليلية؟ راح اغير الاجواء شباب، راح اخليها في النهار لكي نرى جيدا يعني السيارات. هكذا، بسرعة بسرعة، يلا هكذا سنرى مع بعض الشاص، وانظروا ها هو الشاص شباب، لاحظتم؟ هاي هاي اركب يا سي جي، اسطوري، جميل، تويوتا شباب، لاحظتم؟ اوكي، هاي هاي انزل يا سي جي. اوكي، ينزل من دون ما يفتح الباب، غريب الصراحة. المهم، هيا روح الى خيار الكار سبون، هكذا، خلينا نعمل هكذا من بعد يعني. هيا خلينا نشوف سيارات اخرى. هذه السيارة ايضا فيها مشاكل، وهذه ايضا بيضاء يعني. اوكي، خلينا نشوف ايضا. انظروا هذه السيارة شباب، ما شاء الله تبارك الرحمن، واو، جميلة جدا. وأيضا ماذا يوجد؟ خلينا نشوف، هيا، هذه أيضا، أوكي، وهذه، أوف، ما هذه السيارة؟ عجلتها سوداء، لاحظتم شباب؟ أوكي، هيا لكي نرى سيارات أخرى أيضا. هذه ضخمة، واو، هذه سنركب فيها الصراحة، لاحظتم كيف ركب فيها؟ هيا انزل، غريب شباب، لاحظتم كيف ركب فيها؟ انظروا، هيا اركب يا سي جي، غريب جدا الصراحة. المهم، انظروا شكلها شباب، جميل جدا. هيا لما يركب، يركب بشكل غريب، يقفز، ولما يخرج يفتحها بشكل عادي. المهم، هيا لكي نرى سيارات اخرى شباب. انظروا هذه السيارة ايضا، اوكي، وهذه ايضا، هذه ايضا، اوكي، انظروا هذه الشباب، مع الاسف فيها لون ابيض من المقدمة. المهم، خلينا نشوف ايضا ماذا يوجد. هذه السيارة، اوكي، هيا قربنا ننتهي، هذه السيارة ايضا، وايضا ماذا يوجد؟ خلينا نشوف، يوجد سيارات كثيرة الصراحة. اوكي، يلا خلينا نشوف.
واو شباب انظروا السيارات. اوكي يلا خلينا نستكشف ايضا. واو رائع رائع جدا، السيارات السعودية فخمة. انظروا هذه السيارة ايضا شباب، انظروا جميلة جدا. اوكي هيا ماذا يوجد ايضا؟ وانظروا هذه السيارة وهذه ايضا لاحظتم؟ انظروا شباب. اوكي هيا لكي نرى ايضا ماذا يوجد. واو انظروا هذه السيارة، اوكي هذه لونها ابيض مع الاسف. واو هذه السيارة انظروا شباب نايس. وايضا هيا يوجد سيارات كثيرة كما اخبرتكم شباب، لاحظتم؟ اوكي انظروا هذه السيارة، شاص اخرى ضخمة جدا هذه. واو رهيبة. اوكي وايضا ماذا يوجد؟ هيا خلينا نشوف. ايضا اوه رهيب، سيارات كثيرة شباب ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم هيا لكي نرى ايضا ماذا يوجد. اوكي هيا اوه ايضا سيارة الشرطة. واو انظروا لاحظتم شباب متغيرة. اوكي وايضا اتوقع خلاص هذه اخر سيارة، انظروا ها هي وخلص شباب انتهوا السيارات. لاحظتم الصراحة كانوا سيارات اسطورية باتم معنى الكلمة. واو سيارات جميلة جدا شباب. المهم وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. وفي الاخير شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. المهم شباب يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة.